يا ريت لو كل يوم هيك ضلني معك صبح ومساء يا مولاي. وأنا بحب ضل معك على طول لأني بحبك. يلا. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي شرفت يا مولاي السلطان. من وين جابوا لك ياها؟ اجتني من قصر البندقية يا مولاي. أمير البندقية بذاته هدانيها. الظاهر إنه عم يتودد لك. واضح إنه عم يحاول يسايرك كتير. أمير البندقية عم يبعث لنا بدعة جديدة. أسراك صاير بيشبه قصور البندقية. بصراحة أنتم معذبين حالكم كتير، بس أنا ما بريد هالشي يصير بقصري يا سلطان لو سمحتوا. ولعلمكن أنا مبسوطة أنهم عم بيقدموا لي الأكل بصواني الفضة وممنونة كتير. مثل ما بدك. أنا بوعدك أنه هذا النمط ما رح يدخل على قصورنا، بس بظن هاللوحات اللي هنيك ما شفتيهم. طلعي هالرسمات هي بأي قصر شرقي موجودة؟ شو هالشهاد؟ شو رح يقولوا مشايخنا إذا شافوا هالصور؟ مسؤولية إبراهيم باشا يجاوبوا. يلا تفضلوا. مولاي الرسام ليو اللي حكيت لك عنه هون، هو عم يشتغل جوا. والله جد؟ طيب خليه يجي مشان نشكره على اللوحات. مولاي نادي إبراهيم باشا. ما في أي مشكلة، نادي خليه يجي لهون. نحن لازم نهنيه، مو بسهولة بتشوف فنان ماهر لهالدرجة. مولاي
بقدم لكم الفنان الماهر ليو ميلكير. السيد ليو زين قصرنا بالزخارف والرسومات الرائعة. قرب لهون يا ليو، تعال.